زيارة واستقبال يعكسان التقارب الجزائري الإيراني المسجل في السنوات الأخيرة وما طبعه من تطور مستمر في العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن الجزائر وطهران تفتتحان بذلك الباب أمام تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والطاقوية وحتى الثقافية. أعتقد أن العلاقات الجزائرية الإيرانية هي علاقات نموذجية، وهي علاقات تعمل الدولتين على تدعيمها وعلى الحفاظ عليها، لأن الجزائر وإيران قطعت أشواط كبيرة في تدعيم هذه العلاقات على مختلف الأصعدة، وهذا يدل على أن هناك ثقة متبادلة وأن هناك انسجام وتناغم بين التوجهات العامة للدولة الإيرانية والجزائرية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجزائر وإيران تتقاسمان و تلتقيان في العديد من المواقف المبدئية والصارمة، وخاصة مرتبطة بموقفهما من الكيان الصهيوني ودعمهما اللامشروط للمقاومة الفلسطينية في غزة. لقاء يعتبر أيضا فرصة لتعزيز الثقة بين زعيمي البلدين في ظل التحولات والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الطرفين أمام فرصة مهمة لتعميق الفهم المتبادل الذي من شأنه أن يسهم في تحسين العلاقات بين البلدين وتعزيز الاستقرار في المنطقة. إيران تنظر إلى الجزائر على أنها دولة يمكن أن تكون بوابة لدخول إيران إلى القارة الأفريقية ولفتح مجالات تجارية واقتصادية مع تلك الدول، وأيضا يمكن لإيران أن تكون بوابة للجزائر من أجل الوصول إلى الدول الخليجية وأيضا دول آسيا الوسطى وأيضا القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها دعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم أهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. تتعدى زيارة الرئيس الإيراني إلى الجزائر بعد مشاركته في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز مجرد تبادل دبلوماسي بين البلدين، ويمكن تحليلها من عدة جوانب، وهذا ما ترجمه حجم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في عديد المجالات، كما أنها تتيح مزيدا من فرص التعاون وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة بشكل عام.